قبل ما اتكلم في اي حاجه بنعي اسره الرياضه المصريه واسره وجماهير نادي الزمالك واللجنه المؤقته في وفاه المستشار احمد البكري رئيس اللجنه المؤقته بنادي الزمالك، متاثرا طبعا باصابته بكورونا. يعني بسأل المولى عز وجل ان ربنا يتغمده برحمته. وراجل من الناس المحترمه، واعرفه من فتره كبيره جدا لما كان عضو في برضه اللجنه المؤقته، عضو مجلس اداره، وتشرفت طبعا بالتعامل والاتصال به بعد تولي المسؤوليه كرئيس لنادي الزمالك. لكن طبعا القدر لم يلهمه، كان عنده طموحات كبيرة جدا حسب ما كان بيتكلم، كان بيتمنى ان تنجح مسيرته في نادي الزمالك. كان بيكلمني في ان المهمة طبعا تقيلة والمهمة صعبة جدا، لكن القدر لم يمهل السيد المستشار احمد البكري، اللي يعني بسأل الجميع ان يدعي له بالرحمه والمغفره ويقرا له الفاتحه. راجل كان محترم جدا جدا، فبنعزيه كلنا وبنتمنى طبعا ان ربنا سبحانه وتعالى يلهم اهله الصبر والسلوان. ويمكن كان كل الناس وكل النجوم والمسؤولين وعلى راسهم طبعا الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، كان متواجد طبعا في الجنازة النهاردة في صلاة الجنازة، إلى جانب طبعا محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأعضاء اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك والأسماء اللي كانت موجودة كلها. فزي ما انتم شايفين كده معايا، ده كان الجنازة، جنازة رئيس نادي الزمالك أو رئيس اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك. فيعني بنسأل ربنا سبحانه وتعالى إنه يتغمده برحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان. وأيضا على ذكر دوت، يعني بننعي كمان الكابتن محمد فايز نجم غزل المحلة اللي وافته المنية امبارح أو أول امبارح، برضه متأثرا بإصابته بالكورونا. واحد من نجوم نادي غزل المحلة ومن نجوم التدريب في نادي غزل المحلة. تعالوا بقى نشوف في او عن المستشار أحمد البكري ونرجع نشوف احنا عندنا ايه. توفى اليوم المستشار أحمد البكري رئيس نادي الزمالك متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد من داخل مستشفى العجوزة بالجيزة، واللي مكث فيها 12 يوم في أعقاب تولي مهمة رئاسة القلعة البيضاء. تولى أحمد البكري رئاسة الزمالك بشكل مؤقت يوم 29 نوفمبر الماضي، ومضى نحو 12 يوم على رأس اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير أعمال نادي الزمالك، لحين البت في مصير اللجنة الموقوفة عن العمل وإجراء انتخابات لاختيار رئيس جديد لنادي الزمالك، وده قبل ما يعلن النادي إصابته بفيروس كورونا ودخوله للمستشفى. ولم يمكث أحمد البكري طويلاً داخل المستشفى قبل ما يقرر الأطباء وضعه تحت العناية المشددة بسبب تدهور حالته وعدم استقرارها وعدم استجابته للعلاج بشكل جيد. ومنذ ذلك الحين وتوالت شائعات وفاته اللي أنكرها أفراد عائلته وإدارة القلعة البيضاء بعد خروجها ببيان حول حالته اللي ما شهدتش أي تحسن، وده قبل ما يعلن النادي وفاة رئيسه المؤقت. ومن المقرر أن يتولى المستشار هشام إبراهيم مهمة إدارة القلعة البيضاء خلفاً لأحمد البكري اللي وافته المنية متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، لحين إعلان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن الرئيس الجديد للزمالك باعتباره نائب الرئيس في اللجنة الثلاثية المخولة بإدارة النادي بشكل مؤقت خلال الفترة الجارية اللي شهدت إعفاء مرتضى منصور ومجلس إدارته من المهمة بشكل رسمي.